مساء الخير على أعظم جمهور في الكون. مساء الخير وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج السادسة، حلقة غنية بمعلومات كتير فيها تفاصيل كتير قوي هتعرفوها. مساء الخير عليك يا أحمد. مساء الخير يا سارة، ومساء الخير على كل الأهلوية اللي بيتابعوا السادسة في كل مكان. فرحة ما بعدها فرحة، الحقيقة ده كان عنوان احتفالية امبارح الحقيقة اللي احتفل فيها جماهير النادي الأهلي باستاد الأهلي والسلام، الاستاد الجديد اللي هيلعب عليه الأهلي ماتشاته 25 سنة جاية. مبروك على كل أهلوية، وإن شاء الله بإذن الله تكون إضافة مهمة جدا في مسيرة كيان عظيم ما بيعطلش، كيان عظيم لا تتوقف فيه الانتصارات ولا تتوقف فيه فوزه بالبطولات. أهلا وسهلا بحضراتكم، تفاصيل كتير جدا زي ما قالت سارة هنتكلم على الاستاد الجديد وأهميته وإيه الإضافة اللي ممكن يضيفها لجماهير وعشاق النادي الأهلي من خلال إن شاء الله بعد طبعا ما الجماهير ترجع للمدرجات مرة تانية من خلال تجربة الاستاد الأهلي أو ملعب الأهلي الجديد. هنتكلم على أصداء أو هنرصد الأصداء العالمية سارة اللي اتكلمت وهنت واحتفلت مع النادي الأهلي وجمهوره العظيم بالاستاد، وهنتكلم على قصة رمضان صبحي زي ما بيقولوا كده من طقطق لسلام عليكم، بس عشان الأمور تبقى واضحة لكل جماهير النادي الأهلي. نبتدي مع جمهورنا ومشاهدي السادسة بأهم العناوين. يلا بينا. الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الإنتاج بكرة. فيفا يهنئ الأهلي بافتتاح الملعب الجديد. لجنة الحكام تفاضل بين عاشور ونور الدين لمباراة الأهلي والإنتاج. وزير الرياضة بيرفض فكرة إلغاء الدوري بسبب حالات كورونا. مانشستر سيتي ينافس ريال مدريد على ضم ديبالا. لايبزيج يصطدم بأتلتيكو مدريد اليوم في ربع نهائي دوري الأبطال. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. ندخل بقى في اهم اخبارنا في السادسه النهارده، بدايه طبعا وزي ما اتعودتوا نتابع مع حضراتكم اخبار تدريبات الاهلي اللي النهارده انهى تدريباته على ملعب اتيتش قبل يوم واحد استعدادا طبعا لمباراه الانتاج الحربي اللي هتكون بكره ان شاء الله اول مباراه هيستضيفها استاد الاهلي
السلام بعد انتهاء الميران الحقيقه اللي بيقام حاليا على التتش. هيدخل فريق في معسكر مغلق في واحد من الفنادق طبعا، ويمكن الحقيقه خلينا نقول انه الحاله الغالبه او المسيطره الحقيقه على لعيبه النادي الاهلي هي حاله من حالات التركيز الشديده جدا، وده الحقيقه فرضه الجهاز الفني، لان كل ثلاث نقط في مشوار الدوري مهمه جدا في اتجاه حسم اللقب ان شاء الله لصالح الشياطين الحمر. نروح للفيفا والحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، وهنأ النادي الأهلي بمناسبة افتتاح الملعب الجديد، وقال فيفا عبر تويتر: تهنينا للشياطين الحمر افتتاح الملعب الجديد. اللقطة دي عجبت جماهير النادي الأهلي قوي يا أحمد. هو الحقيقة فيفا يهنئ النادي الأهلي، مش بس فيفا، هو الحقيقة ويمكن هنرصد ده في واحدة من فقراتنا النهاردة، في ردود أفعال عالمية الحقيقة، والأهلي الحقيقة ليه جمهور في كل مكان في العالم. صحيح الجزء الأهم والجزء الأغلب والقطاع الأعرض من جمهور النادي الأهلي موجود على أرض مصر، لكن ده ما يمنعش أنه الكيان ده ليه جمهور وعشاء في كل مكان في العالم. عشان كده بنقول دايماً أنه اللي بيلبس تيشرت النادي الأهلي ليه حقيقة مكانة خاصة جداً عند ملايين الناس. اللي بيلبس تيشرت النادي الأهلي بيكتب تاريخ وبيتحمل مسؤولية وبيفضل عايش في ذاكرة مش بس الجيل الحالي اللي شافه وتابعه وبيشجعه، لا ده بيفضل عايش في ذاكرة أجيال جاية وجاية، وإحنا نفتكر معاكم أساطير ما زالت اسمهم أساميهم عايشة معانا لغاية النهاردة. بمناسبة ماتش بكرة يا سارة، لجنة الحكام لسه بتفاضل ما بين عدد من الأسماء اللي هيتولوا مسؤولية المباراة بكرة، محمود عاشور وإبراهيم نور الدين. ما بين الاتنين دول هيكون واحد من الحكام، يعني هي يمكن تكون الى حد كبير علامه استفهام، يعني فكره المفاضله بين اثنين من الحكام، الاثنين الحقيقه ما فيش اي مشاكل، والاهلي عمره الحقيقه ما اعترض على فكره اسم حكم معين يتولى مسؤوليه مباراته، وبعتقد انه على نفس السياق برضو الانتاج الحربي فكره المفاضله دي يعني ممكن تبقى مش مفهومه بشكل كبير. هنرجع طبعا يا احمد لاخبارنا عن النادي الاهلي واللي اكيد بتهم جمهورنا بشكل كبير، لكن هنروح دلوقتي بس لمكالمه مهمه جدا عبر زوم مع البرتغالي بيدرو مانديز لاعب البرتغال وتوتنهام السابق. برحب بيك على شاشه قناه الاهلي. طيب طبعا احنا عارفين طبعا انه لشبونة في البرتغال هي اللي بتستضيف مباريات دور الثمانية لأبطال أوروبا. امبارح طبعا جمهور الكرة اللي بيتابع البطولة تابع أتلانتا وبي اس جي، والانتصار اللي حققه بي اس جي في اللحظات الأخيرة، باريس سان جيرمان لأول مرة من 25 سنة نص نهائي دوري أبطال أوروبا. أنا قلت لك إنه الفريق ده مرشح بقوة الوصول للنهائي، وأنا معاك وأعتقد كمان إنه هو هيقابل الكسبان النهاردة من ماتش النهاردة، يعني أتلتيكو مدريد ولايبزيج، وأنا أعتقد إنه سواء كان أتلتيكو أو لايبزيج أعتقد إنه بي اس جي عنده القدرة إن هو يوصل النهائي. إحنا عندنا ماتشات نارية، عندنا البايرن وبارسا، ده ماتش يعتبر نهائي مبكر، واللي هيكسب منهم هيلاعب الكسبان من المان سيتي وليون. وما تستهونوش بليون، لأن ليون الحقيقة عامل سيزون كويس جدا، ومطلع مين ده؟ مطلع يوفي، يعني مطلع فرقة تقيلة جدا من البطولة امبارح. فالمان سيتي مع ليون ماتش جامد، البارسا مع بايرن ماتش جامد، واللي هيطلع من الاثنين دول هيلعبوا بعض، وده ماتش برضو ده كل ده احنا لسه ما وصلناش فاينل. خمس ساعات هوا ما عرفناش نشوف الماتش قوي، بس لما شفت الهايلايتس الحقيقه اداء باريس سان جيرمان كان كويس جدا. عجبني تبديلات المدرب، عجبني انه امبابي لما نزل عمل فرق كبير اكيد في الملعب. طيب خلينا نروح لبيدرو مينديز مره ثانيه، وبالمناسبه اقول لحضراتكم بيدرو مينديز مش بس كان لاعب في المنتخب البرتغالي، لكنه كمان كان بيلعب في توتنهام في انجلترا، واعتقد انه لو الذاكره ما خانتنيش يعني انه زمل احمد حسام وميدو. مينديز برحب بيك مره ثانيه في السادسه، وخليني اسالك بدايه عن اللعيبه المصريه، خصوصا انك انت لعبت مع ميدو وحسام غالي، ورايك في اداء اللاعبين المصريين في الدوري الانجليزي في السيزون الاخير، مو صلاح ومحمود تريزيجيه.
مساء الخير. بشكركم جدا على الدعوة، أنا شرف لي أن أكون موجود معكم. أهلا وأن أعمل معكم الحديث على قناتكم. ميدو صديق كبير ليا، هو لعيب قوي جدا من الناحية البدنية، هو كمهاجم قوي وأنا هو من أحسن اللاعبين اللي عرفتهم المصريين في الفترة اللي لعبت فيها، واللاعبين الحاليين اللي في الدوري الإنجليزي صلاح هو لاعب على مستوى عالمي بالإمكانيات وبقدرته، ده معناه أنه بيفتح المجال للاعبين المصريين يلعبوا في أهم الدوريات في العالم. اتنقل معاك لخروج اليوفي والسؤال تحديدا عن كريستيانو رونالدو. بعد خروج اليوفي سمعنا كلام كتير جدا، في بعض الريبورتس بتقول انه ان الاوان لرونالدو ان هو يعتزل، في بعض الريبورتس بتقول لا، من الممكن ان هو يكمل مع اليوفي او ينتقل لفرق تانية زي العرض اللي كان مقدم او اللي سمعنا عنه من باريس سان جيرمان. في رايك ايه الافضل، افضل محطه لكريستيانو رونالدو في الفتره القادمه؟ O Ronaldo, para mim, ainda continua a ser jogador de referência a nível mundial. É uma máquina. Ronaldo é uma máquina. لا هو رونالدو لاعب على مستوى عالي، هو مكينة. هو لاعب في كل الدوريات اللي لعب فيها، أحدث فرق في الفرق اللي لعب فيها. في ريال مدريد. في نو جوفنتوس. Por isso acredito que ainda Ronaldo tem mais uns aninhos para jogar e para provar e para ajudar a sua equipa a ganhar títulos. إنه لاعب في شغله وفي لعبه ولاعب على أعلى مستوى، إنما دلوقتي إذا كنا نتكلم إذا كان هيكمل لعبه، إذا كان هيروح دوري تاني في الدوري الفرنسي في فريق باريس سان جيرمان، دي مش عارف إذا كان هيروح ولا هيعمل إيه. بكرة في نهائي مبكر بين برشلونة وبايرن ميونخ في الشامبيونز ليج، يعني رأيك مين اللي فرصه أكبر للفوز في الماتش المهم ده؟ Ora bem, penso que dos grandes favoritos já ficou pelo caminho, que é a Juventus. الفريق اللي كان مفضلين اكثر انهم يفوزوا كان اليوفنتوس. فانا شايف ان اي من ثلاث فريق ممكن فرق ممكن يكون هو بطل اوروبا. فتره توقف طويله جدا في دوريات اوروبا في بطوله تشامبيونز ليج، هل من وجهه نظرك انه فتره التوقف دي اثرت على مستويات اللعيبه وعلى مستويات الفرق الكبيره وعلى فرصها في انها تكمل في البطوله؟ انا شايف ان التوقف ما كانش مفيد لاي فريق. كان ليه تأثير كبير في التمرينات وفي الماتشات وفي الحالة البدنية للعيبة اللي أثرت عليهم أكيد وحسوا بيها، لكن دوري أبطال أوروبا هو في حافز كبير للاعبين فيه إن هم يكونوا أحسن وإن هم ينافسوا على اللقب. فأنا شايف إن الماتشات زي ما شفنا زي ماتش باريس سان جيرمان كان ماتش كبير، إن هيبقى في ماتشات كبيرة لغاية النهائي في البطولة. رغم انه الكره البرتغاليه قدمت نجوم كتير جدا لاكبر الفرق في الدوريات الاوروبيه، الا ان احنا بنشوف بنفيكا وسبورتنج لشبونه بعيدين عن المسابقات الاوروبيه او عن الوصول لادوار متقدمه في المسابقات الاوروبيه لفتره طويله. من وجهه نظرك ايه هي اهم الاسباب لده؟ وبورتو طبعا. احنا بنلاحظ ان في فرق كبير من الناحيه الماديه بين الفرق البرتغاليه والفرق الكبيره الاوروبيه. الفرق البرتغاليه حاليا ما تقدرش تشتري المواهب الكبيره زي ما كانت قبل كده، فالناديه البرتغاليه محتاجه للناحيه الماديه، محتاجه لفلوس اكتر.
هي فيرداد اكتيم مستندوز مونتو بونس تيمز احنا في الفتره الحاليه عندنا مدربين كويسين جدا وعندنا لاعبين كويسين ودايما بنشتغل ان احنا نتعاقد مع لاعبين كبار ان هم يساعدوا الفرقه على المستوى المحلي لكن على المستوى الاوروبي بيكون الوضع اصعب زي ما قلت ان في اختلاف كبير من الناحيه الماديه بين الفرق الكبيره في اوروبا اللي عندهم لاعيبه كتيره جدا وفي عمليه اسهل في التحويلات والانتقالات بين اللاعبين في الانديه البرتغاليه من ناحيه ثانيه محتاجه تبيع لاعبتها لان هي بتحتاج الناحيه الماديه اكتر من فرق اوروبيه اخرى. بمناسبة أن حضرتك اتكلمت عن المدربين احنا عندنا مانويل جوزي من أفضل المدربين يعني في الكرة المصرية وكان مدير الفني للنادي الأهلي بيمثل لكم إيه في البرتغال؟ مستر مانويل جوزي هو راجل كرة قدم هو مدرب ليه احترام كبير في البرتغال كسب بطولات كتير هو بطل واحنا دايما بنتابع هنا في مصر البطولات اللي كسبها في مصر وهو راجل كبير كمدرب وصورة كبيرة وكل احترام كبير عندنا في البرتغال. طيب على الرغم من عدم وجود الفرق البرتغالية في البطولات الأوروبية أو يعني أنها توصل لأدوار متقدمة إلا أن المنتخب البرتغالي يعتبر من أقوى المنتخبات وقدر أن هو يفوز ببطولة أمم أوروبا. من وجهة نظرك إيه هي أهم الأسباب؟ يعني إيه اللي يخلي مسابقة مش بقوة بقية المسابقات الأوروبية أو فرق ما بتنافسش بشكل كبير في أهم المسابقات الأوروبية يقدر منتخبها أن هو يوصل للفوز ببطولة أمم أوروبا؟ ده كان بيتفق مع الكلام اللي قلته من شوية إن الفرق البرتغالية ما بتقدرش تحافظ على لاعبتها لاحتياجاتهم المادية مثلا في بورتو فيتور باي راح لتشيلسي وفي لاعب راح لتوتنهام وفي اللي راح انتقالات لتشيلسي وانتقالات لبرشلونه ففي الفرق البرتغاليه نفس الوضع اللاعبين الاساسيين بيتم انتقالهم لانديه ثانيه في اوروبا وعندنا كمان لاعبي بنفيكا ولاعبي في بورتو راحوا على مانشستر سيتي برونو فرنانديز في مانشستر يونايتد في لعيبه عندنا في النديه الاساسيه الاوروبيه ولكن من ناحيه ثانيه عندنا منتخب قوي جدا لان عندنا لعيبه متطوره جدا فاكيد بيتم استدعام للمنتخب فمن ناحيه ديت المنتخب البرتغالي من اقوى المنتخبات في العالم. طيب زي ما قلت انه محمد صلاح من افضل اللعيبه في العالم وتشيزيجيه فارق جدا مع فرقته شايف ايه اللي بينقص اللاعب المصري علشان يحترف بره في اكبر الدوريات في اوروبا؟ عشان أكون صريح أنا ما أعرفش قوي اللاعبين المصريين وطريقة لعبهم الفنية والبدنية وطريقة تدريبهم احنا مثلا عندنا في البرتغال عندنا قطاع الناشئين قطاع قوي ومنتخبات الناشئين منتخبات قويه من سنه 12 سنه لغايه الفريق الاساسيه في نشأة قويه وفي شغل قوي فانا شايف ان اللاعبين المصريين عشان يشتركوا في الدوريات الاوروبيه لازم يبتدي شغل الناشئين معهم بقوه من البدايه من الناحيه البدنيه ومن الناحيه الفنيه لتجهيز اللاعبين مش بس انهم يلعبوا في مصر انما يلعبوا في العالم كمان في احتراف. خليني ارجع معاك للتشامبيونز ليج فمش فولتارا فالارد الشامبيون تتوقع ان هم يوصلوا للمباراه النهائيه ومين الفرقه اللي بتشوف انت او بتميل انها تحمل بطوله دوري ابطال اوروبا السنه دي؟ انا شايف ان اكتر هيبقى مانشستر سيتي. انا بشكرك شكرا جزيلا بيدرو مينديز لاعب منتخب البرتغال ولاعب نادي توتنهام السابق على وجودك معنا على شاشة قناة النادي الأهلي في السادسة.
نرجع لأخبارنا المحلية. نرجع لأخبار. أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن عودة النشاط الرياضي في مصر أمر طبيعي جدا بعد اتخاذ كافة الإجراءات الطبية وتوزيعها على الأندية والتشديد على ضرورة الالتزام بها، وأبدى طبعا اندهاشه من مطالب البعض بإلغاء الدوري. وكان في سؤال كده زي سؤال استنكاري أنه لو تم إلغاء الموسم الجاري بسبب كورونا إمتى هيقام الموسم الجديد؟ هل الموسم اللي جاي لو انطلق في سبتمبر هيبقى كده من غير كورونا؟ ده اللي وزير الرياضة قاله، وأضاف كمان أن الحالات الإيجابية اللي ظهرت مؤخرا في الأندية مشكلة بتتحملها الأندية اللي ما التزمتش بالتعليمات والإجراءات الطبية. قال كمان أنه لا يمكن إلغاء الدوري العام بسبب ظهور حالات في نادي أو اتنين، خاصة أن باقي الأندية ملتزمة بالإجراءات وما فيهاش أي حالات. ورفض كمان فكرة إلغاء الدوري بسبب الحالات الأخيرة اللي ظهرت في نادي أو أكتر من نادي أو اتنين في الدوري. إحنا ما عندناش، هو الإنتاج والمصري دول اللي ظهر فيهم، وللأسف شديد ظهرت فيهم أو ظهر فيهم مش حالة أو اتنين، ظهر فيهم عدد كبير من الحالات. يعني بفتكر أنه الإنتاج الأول كان 18 حالة والمصري 12 لعيبة وأربعة جهاز. وطبعا نتمنى قبل أي شيء وقبل مكالف في الدوري والمسابقة والمنافسة نتمنى السلامة للجميع، محدش يعني يرضى أبدا طبعا محد، خصوصا أن الفيروس ده يعني فيروس عنيف. لكن في النهاية وأنا بتهيألي ده واحد من المحاور لازم تناقشيها النهاردة مع الأستاذ لطفي السعان ضيفنا في السادسة، هي فكرة طب ماذا لو اتلغى الدوري؟ ايه العواقب او ايه الكلفة اللي هتتحملها الأندية وهتحملها المنتخب وهتحملها الرعاة في حالة إلغاء مسابقة الدوري العام؟ نروح مع حضراتكم لتقرير صحفي، تقرير صحفي إيطالي تحديدا من صحيفة شهيرة جدا اسمها توتو سبورت. النهاردة قالت انه السيتي أبدى هو كمان رغبته في دخول سباق التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا نجم اليوفي في الصيف الحالي. وزي ما كنا قلنا لحضراتكم أنا وسارة قبل كده في السادسة أنه كان في رغبة ومطالبة بالفعل حصلت من ريال مدريد في تدعيم هجومه بديبالا، خصوصا بعد ما صفقة البلجيكي أدن هازارد ما قدمتش المستويات أو ما وصلتش للمطلوب والمتوقع منه في السيزون اللي قضى. بحسب نفس الصحيفة فإن بيع باولو ديبالا الصيف ده ممكن يحصل، وفي موافقة ممكن تكون محتملة من اليوفي، لكن الصحيفة أكدت في الوقت نفسه على أنه اللاعب لسه على رادار زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، ونفس الأمر كمان بالنسبة لبيبي جوارديولا مدرب مانشستر سيتي. وقالت الصحيفة أنه فكرة بيع ديبالا مش هتكون سهلة على الإطلاق من ناحية المادية، يعني أي فريق عنده الرغبة في انه يحوز على خدمات ديبالا واحد من اكثر النجوم المتالقه في السيزون الاخير، مش بس السيزون الاخير، مواسم اكثر من موسم فاتوا الحقيقه، قالوا انه في حاله موافقه اليوفي هيكون المقابل المادي للتفريط في نجم بحجم ديبالا مقابل مادي كبير جدا. لسه مكملين مع حضراتكم حلقتنا، وزي ما قلنا في الاول انه لسه في كلام كتير قوي عن الاستاد وفرحتنا بيه وعن رمضان صبحي وعن دوري ابطال افريقيا، بس بعد الفاصل.